السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نواصل مشوارنا في تشكيل هذه الجهنمية بعد التقليم اللي سويناه في الفيديو اللي فات. ما شاف الفيديو راح يطلع عندكم الفيديو في أعلى الشاشة الرابط. تركت النبتة تكبر مثل ما انتم شايفين، ففيها نمو يعني قوي ما شاء الله، يعني نمو بعضها تقريبا يوصل أزيد من نص متر، فنحتاج نرد نقلمها. احنا الحين في آخر شهر يناير على أساس نجهزها حق دفعة نمو جديدة في الربيع إن شاء الله، على أساس أنها ترد تنتعش وترد البراعم، نشوف وين نقدر نرجع الأغصان. فرح أجرب الكاميرا وراح نرد نشتغل على هذه الجهنمية مرة ثانية، نقلمها ونرجعها ونشوف شنو محتاجة من الشغل. من قبل كنت أقول أن أفكر أسوي لها تقليم جذور. المشكلة لو سويت تقليم جذور اللي راح يصير عندي أن النمو راح يصير أقوى وراح تنطلق أكثر، فإحنا نحدها في الأصيص على أساس النمو يكون شوي متقارب أكثر، خلنا نقول بهالشكل، على أساس ما نبغي بين البرعم والبرعم الثاني مسافة طويلة، على أساس النمو يكون كثيف أكثر لأن احنا قاعدين نشكلها للمستقبل. فما أعتقد أني راح أقلم جذورها. أول شيء راح أسويه راح أحطها على هذه الطاولة على أساس أقدر أحركها وأشتغل عليها بسهولة. مثل ما دائما نسوي، أول شيء راح أسويه هو مجرد تقصير للأغصان على أساس نقدر نشتغل وما تضايقنا الشيرة أو الأغصان، بالذات أن هذه جهنمية وفيها شوك. مجرد تقليم على أساس نقدر نشتغل. فالحين بهذا الشكل صارت الشجيرة عندي أسهل، إنه يعني أقدر أدخل يدي لو احتاجت، أقدر أتحرك وأسوي أي شيء أحتاجه مع النبتة. فراح نبتدي الحين نشوف ونعالج المشاكل اللي فيها. فمن المشاكل اللي واضحة من البداية اتجاه هذه الغصن، عندي هذه الغصن تشوفوا شلون نازل اتجاهها غلط مو عاجبني. هاي الغصنين متعارضين تقاطعون، هاي يحتاجون تصليح ولازم نشوف البقايا يعني شلون راح نوجههم، بس هذه أشياء لازم تتصلح أول شيء. فبالنسبة حق ذي الغصن، المشكلة حنيته وايد يعني مو عاجبتني، وللأسف هني هذه الغصن ما في براعم إلا هني، هذه البرعمين هني بس موجودين، الباقي ما في شيء هني. هني في بس هني ما في ومستقيم، فأنا ممكن أقطع هني وأخلي هذه البرعم ينشط وينمو، هذه ممكن، ولكن قاعد ينمو إلى الخلف. أنتوا قاعدين تشوفون النبتة من الخلف، الأمام عندي أنا اللي هو بهذا الاتجاه. فأتوقع أنه راح أزيل هذه الغصن وراح أقطع هني على أساس هذه البراعم تنشط عندي ونشوف شي يصير. فراح أدخل وأشيل الغصن بهذه الطريقة سنة يكون القطع نظيف على أساس الجرح يلتئم بشكل ما يكون وايد ملحوظ، وهذه راح أشيله. طبعا أترك مسافة على أساس لو مات الغصن شوي ما يأثر على البراعم. فهاي الاثنين الحين حللنا مشكلاتهم. إني حق ذي اللي هو هذه من الأمام الحين بهذا الشكل، عندي هذه البرعم وعندي برعم هني، هذه البرعم متجه في اتجاه هذا لين، ما أبغي إنه يروح في هذا الاتجاه. فاللي راح أسويه راح أقطع فوق هذه البرعم على أساس إنه ينشط وينتج غصن جديد ونشوف شو يصير. هذه الغصن نفس الشيء نابت من نفس مكان هذه الغصن، فما أحتاجه، راح أشيله كليا بهذه الطريقة، وححاول شوي أنظف الجرح أكثر.
بهذه الطريقة. فهني حتى لو صار فيه خشب مجروح راح يلتئم عليه مع الوقت، ولو ما التئم كليا مع انه راح ياخذ سنين طويلة يعني، ولكن يعطي يعني كأنه غصن من نفسه طبيعي انه انشال من الشيرة او انقص من الشيرة يعني بسبب وزنه يعني. اني حق ذي الغصن عندي برعم متجه في هذا الاتجاه فيعطيني حركة، وممكن بعدين نقلم فأقدر أرجع إلى حد هني بهذه الطريقة. هذه القطعة ماتت، هني القطع مات ونبت عندي ذي الغصن. أول شيء راح أنظف هذه القطعة بهذا الشكل، راح أقطع هني ونشوف شي تطور عندنا. راح أزيل الأوراق على أساس أحفز البراعم، وراح أزيل هذه القطع اللي تبقى من بعد التزهير. والشوك بعد راح اقصه. الشوك لو قطعناه ترى ما يرجع ينمو مرة ثانية، فإذا أزلنا الشوك الشيرة تكون أسهل لنا نشتغل عليها. فالحين صارت بهذه الشكل. إني حق ذي الغصن علشان يكون أوضح عندكم، عندي هذه القطعة ميتة هذا الشكل، وعندي برعم هني وعندي برعم هني، فأقدر أقطع نقول له هني أساس كل شيء يتركز هني. طبعا راح هذه شوي تنشط بعد، وهني في قطعة ميتة راح أزيلها. هذه أحتاج أزيلها. عندي هذه الغصن اللي هو يعتبر يعني اعلى نقطة في الشجرة او الشجيرة، فاللي راح اسوي اني راح اقطع هني على اساس بس انه تاخذ شوي شكل وشوي حركة. نفس الشيء راح ازيل هذه القطع الميتة. هذا الشكل. اني حق هالغصنين، هذه الغصن طبعا جاي من فوق وهذه الغصن جاي من هني، هذه طبعا لازم اراجعه. ف راح اقطع هني علشان يكون عندي شوي نمو يملأ هذه المساحة اللي هني. هذه المساحة احتاج امليها شوي، فراح ممكن ارجع اكثر بعد، فراح ارجع الى حد هني بهذا الشكل، وراح ازيل الاوراق بعد. وعندنا هذه الغصن، هذه الغصن مثل ما انتم شايفين طالع بشكل 90 درجة، زاوية مستقيمة 90 درجة، وهاي شيء مو مرغوب فيه. فراح أزيلها بكامل. عندي براعم هني بدأت شوي تنشط، فراح أزيل لحد هني هذا الشكل. هذه إذا حي راح أخليه، ولكن هذه لازم أقلمه. هذه ميت راح أزيله. عندي برعمين هني برعم هني، راح ازيل بهذه الطريقة. اتوقع اقدر ارجع لحد دي بعد،
وحرد اكثر شوي. هذه القاطع يحتاج تنظيف، راح ادخل بهذه الطريقة. فالحين شوي شكل الغصن انسيابي اكثر، ويبقى ذي الغصن. راح اشيله لحد هني، وبهذا الشكل صارت عندنا الاشيرة بهذا الشكل. فمثل ما انتم شايفين الاغصان بدأت تشكل، بدأت تاخذ شوي شكل اكثر. ممكن مع الوقت، يمكن الموسم الجاي ان شاء الله، ما ادري، راح نتابع نشوف تطور النبتة. ولكن افكر انه اسوي لها تقليم جذور واصغر الاصغص لها في المستقبل، مو الحين، في المستقبل، على اساس انه الاغصان شوي الحين بدأت تاخذ هيكل اساسي. لما نصغر الاصيص الاغصان الجديدة راح تكون اصغر واصغر، لانه بسبة مساحة الجذور، فراح الاغصان الرفيعة او الدقيقة تنبني بشكل احسن. وبعدين نشتغل على تشكيل يعني نبتدي شوي تاخذ شكلها النهائي، خلنا نقول، ونشوف تطورها. يعني ان شاء الله كلها حسب، مثل ما دائما نقول، صحة النبتة ونمو النبتة هو الشيء الاساسي، هو هذه اهم شيء. مثل ما انتم شايفين في هني عندي براعم، بعضها زينة بعضها لازم اشوف نموها شي يصير فيه. ما اتوقع انه راح ابغي اغصان هني، فهذه راح ازيلها على اساس النبتة ما تحول لها طاقة بهذا الشكل في مرحلة، يعني في بداية النمو والبراعم. نفس الشيء هني راح اشيلهم، وراح اخلي البقايا مثل ما هما. هني عندي براعم بدأت تنشط. فهذه الشغل اللي راح نسويه على هذه الجهنمية، هذه ثاني فيديو لها، وراح نشوف التطور ان شاء الله في الربيع شي يصير. اتوقع انه راح ترد تنمو بشكل قوي. الجهنميات الثانية اللي عندي الحين بدأت تطلع نمو جديد، يعني فيها أوراق جديدة أو بدايات أوراق جديدة. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو، واللي عنده أي استفسار أو أي سؤال ممكن يتركه في قسم التعليقات، وتابعوا تطور هذه الشجيرة. وأتمنى أن تجربون على الأقل تسوون لكم شجيرة في البيت، ولو حق داخل البيت أو أي شيء. ولكن العناية والهذه مختلفة، فالتعامل يكون أقرب للنبتة، خلنا نقول. وإن شاء الله راح نشوف النبتة شو تسوي، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.